محمد. من وين جاي احمد؟ من دياله. ايش قد عمرك احمد؟ 14 سنه. وجيت وحدك او يا احد؟ لا وحدي. طيب شنو جاي يسوي هنا؟ جاي اخذ ابسط حقوقي. شنو هي حقوقك؟ حقوقي مي وكهرباء وتوفير الامان. هذا. طيب انت طالب مدرسه ولا عاطل يعني ما تروح ما تدرس؟ لا طالب مدرسه متفوق 95. ما شاء الله. طيب ليش تركت دراستك وجيت لهنا؟ والله مدرستي كلها طالعه بس طالعه بالفلكه. بس انا لا انا ما اقدر اطلع بالفلكه. فجيت لهنا بس على مود اخذ ابسط حقوقي. طيب احمد انت ما خايف احنا واقفين الان بالساتر الاول على جسر السنك يعني انت ما خايف؟ لا ما خايف. انت شفت البارحه سقطوا شهداء؟ حتى لو فدا العراق ما خايف انا.